أنا الحمد لله سمعتي معروفة ولا شيء يؤثر فيها. كل هذه حملات ولجان أكيد أكيد مأجورة مستحيل. بتبث، لأن مش المقصود ده حتة بوست هايف، ولكن الحملات المأجورة هي اللي نشرت هذا البوست عشان أغراض أخرى أنا أعرفها جيدا. ما هي الأغراض؟ الأغراض، نحن هنا في الزاوية التجارية جميع من يملكون الفكر، في الفكر الشبابي في مصر، من مؤلفين أو كتاب، أو هم جميعا من أحباب وكانوا داعمين ليك. تلك الزاوية، وهم يدعمونني حتى الآن، وبيننا حب كبير، لأنني لا أهتم بالكم، أهتم بالكيف. الكيف يعني أنا مش مربي عدد، أنا بختار مين اللي يدخل تحت تربيتي، فأختار العناصر المؤمنة بوطنيتها وانتسابها لهذا البلد. أنا أربي المريدين على حب الوطن وحب كل ما ينتمي إلى الوطن،